ولكن قد يؤخر الله عز وجل بحكمته النصر والظفر حتى يلجأ العبد إلى الله عز وجل، يكون له بهذا اللجوء خير من الظفر والنصر، كما قال ابن القيم: قد يبتلي الله عبده ليعلمه كيف يلجأ إليه. لو أنه عندما ابتلي من أول لحظة دعا الله واستجاب الله له لتوقف عن اللجوء إلى الله وعن الدعاء لله، وهذا اللجوء وهذا الدعاء وهذا التوكل وهذا الرجاء وهذا الانتظار للفرج لهي عبادة عظيمة أعظم من الحاجة التي أو الفرج نفسه الذي ينتظره الإنسان. فقد يستمر البلاء في العبد حتى يستمر في الدعاء والتضرع وانتظار الفرج فيكون أقرب إلى الله عز وجل. وكم من إنسان ما قرب إلى الله عز وجل إلا عند المصائب، ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالناس كثير يرجع إلى الله عز وجل عندما ينكسر بمرض أو فقر أو انفض الناس من حوله، فيجد أن هذه الدنيا لا ملجأ له فيها إلا إلى الله عز وجل، فيكون له في ذاك خير عظيم. فكم من إنسان بسبب الفقر أو المرض أو المصيبة لجأ إلى الله عز وجل وعرف الله تبارك وتعالى، فكان خير له من أن يوفيه الله عذابه يوم القيامة، رجع إلى الله عز وجل بسبب المصائب. فقد يؤخر الله لحكمة استجابته للعبد حتى يكثر من الرجوع إليه ويسمع الله دعاءه وتضرعه ولجوءه إليه جل وعلا، فيقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. اسأل نفسك يا عبد الله، كم مرة تقول أنت حسبنا الله ونعم الوكيل؟ وما هي المناسبات التي تقول؟ المناسبات كثيرة، لأن المصائب تحوط بنا من كل مكان، على طول إنسان معرض للحوادث، للجلطات، المشاكل، الأمراض المفاجئة، للأطماع، للحساد، لشياطين الإنس والجن، للسحرة، للمشعوذين، لأهل البدع، لأهل الباطل، لأهل الفسق، لأهل الفجور، بناتك، خواتك، أهلك، بلدك، دينك، منهجك، عقيدتك، كم سهم متوجه إليك؟ كم؟ ما يحصيهم إلا الله عز وجل. قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. الشرور كثيرة، شياطين الإنس والجن، الحساد، السحرة، أهل البدع، الكفار، اليهود، النصارى، أهل الفسوق، أهل الفجور، أهل الإباحية، أهل المناهج الباطلة، أهل المذاهب الباطلة، ينافسونك اليوم في كل شيء ويحسدونك على كل شيء، ودخلوا في بيوت الناس ودخلوا في أجوافهم وفي جيوبهم وفي إعلامهم وفي بيوتهم. الأخطار كثيرة جدا لو نظرنا إليها وتأملنا في حالنا. من يقيك هذا كله إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا يقيك أحد إلا الله عز وجل. فنحن بحاجة ماسة أن نكثر من اللجوء إلى الله عز وجل بقولنا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنستعيذ بالله من الشرور كلها، ونقرأ المعوذات، ونلجأ إلى الله، ونعتصم بالله سبحانه وتعالى، فنحن على خطر عظيم.